اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اليمن اصل الحكايه. سنذهب اليوم باتجاه زبيد ومكانتها في التاريخ السياسي اليمني. يشكل التاريخ السياسي من اهم مجالات المعرفه السياسيه التي اهتم بها اليمنيين، رغم العزله السياسيه المفروضه على اليمنيين من قبل نظام الائمه، النظام الاستعماري، وقبلهم الدول الوراثيه المتعاقبه الامويه والعباسيه والعثمانيه. الا ان الانسان اليمني والمؤرخ اليمني مبادرته الذاتية كسر هذه العزلة المريرة، خلق أفق معرفي لا يخلو من الحس القومي، وساق ذاكرة سياسية مقبولة وموسوعات ظلت حاضرة رغم القمع والمحو المنهج، محو للذاكرة اليمنية، محو للهوية اليمنية. من أبرز المظاهر المعرفية والفكرية والسياسية الاهتمام بالجوانب السياسية أو فيما يتعلق بالإنسان اليمني، وكذا الاهتمام بالحواضر الفكرية والسياسية وتخليد مكانتها في التاريخ السياسي، ومنها مدينة زبيد. ستكون محور حلقتنا لهذه الليلة هي زبيد. زبيد حضرت فيها ثنائية التاريخ والجغرافيا، التاريخ اليمني والجغرافيا التهامية. لها مكانتها الحيوية في قلب الحضارة اليمنية على الصعيد السياسي والاقتصادي والزراعي والثقافي والفني. أهمية زبيد تكمن في الحضور الحضاري المتمثل بالحضور السياسي والحضور العلمي. نحن في هذه الحلقة سنتحدث عن الحضور السياسي ومكان زبيد في التاريخ السياسي، وبالذات في بعض المراحل المهمة. لا يسعفنا وقت البرنامج لإعطاء زبيد حقها الكامل في التاريخ السياسي، نتيجة المكانة الحضارية الكبيرة لهذه المركز الحضاري اليمني. لكن فيما يتعلق بالجانب العلمي والجانب الفكري والثقافي سنفرد لها حلقات متعددة في هذا البرنامج. لزبيد حضور سياسي واسع على طول التاريخ اليمني الحيوي والكثيف، إلا أن صيتها السياسي وصوتها التاريخي حضر في العديد من المخطوطات في مطلع القرن التاسع الميلادي، وبالذات القرن الثالث الهجري، عندما أصبحت عاصمة الإمارة شبه مستقلة بقرار الوالي محمد بن زياد، وكان ذلك في عهد الخليفة العباسي المأمون. زبيد تقع ضمن محافظة الحديدة غرب اليمن، اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم يونسكو في العام 1993 أحد معالم التراث الإنساني، وفي مارس من العام 98 صنفتها ضمن المدن التاريخية. استمر زبيد في وظيفتها كعاصمة سياسية لثلاث دول: الدولة الزيادية، الدولة النجاحية، الدولة المهدية اللي قادها الرعينية الحميري. تراجع دورها السياسي في عهد الدولة الرسولية، لكنها ازدهرت بفضل دورها العلمي والثقافي حتى وان غادرت كعاصمة او تحولت من عاصمة للمركز السياسي، لكن كان الدور العلمي والثقافي حاضر فيها. لتصبح زبيد في تلك المرحلة بعد ان تم نقل العاصمة منها واحدة من اعظم الجامعات في العالم الاسلامي، ولا تزال فيها مآثر كبيرة حتى هذه اللحظة، اصبحت مقصد العلماء والدارسين. من أهم الملامح السياسية في زبيد قلعة زبيد الكبرى التي تعتبر أكبر القلاع الأثرية بمدينة زبيد. بناء مهيب يتكون من ترابط عديد من الأبنية، فيها مرافق متكاملة، مسجد، بئر، مخازن، عنابر، اسطبلات، خيول ودار حكم. يحيط بها سور وحائط أيضا. زبيد في التاريخ السياسي اليمني. وصفها المؤرخ عبد الرحمن ابن الديبع الشيباني في كتابه قرة العيون في أخبار اليمن المأمون بعبارة جميلة جدا، قال: هي مدينة مدورة الشكل، عجيبة الوضع، على النصف من البحر والجبل، ومن جنوبها الوادي المبارك المسمى زبيد والذي دعا له النبي محمد بالبركة، وأيضا وادي رماع الذي دعا له النبي بالبركة. وهو يصف زبيد بهذا الوصف الجميل جدا، وابن الديبع الشيباني من أهم المؤرخين السياسيين في التاريخ اليمني الوسيط. الأحداث السياسية في مدينة زبيد. مر زبيد طبعا بالعديد من المراحل السياسية باعتبارها كانت عاصمة، لكن لكل مرحلة سمات ومميزات مختلفة عما سواها. في المرحلة الأولى كانت عاصمة لثلاث دول متعاقبة لفترة ما بين 204 هجرية إلى 554، وهي دولة بني زياد. دولة بني زياد طبعا اتخذت من زبيد مركز للحكم السياسي. شهدت تلك المرحلة العديد من الملامح. أهم الملامح في تلك المرحلة بناء الدولة سياسيا، وجعلها منطلقة لوجود شخصيات يمنية مستقلة عن التبعية المطلقة وبالذات الدولة العباسية،
حققت الدولة في تلك المرحلة التي كان مركزها زبيد حضور في معظم المناطق اليمنية وتوسعت، بناء الجامع الكبير في زبيد، بناء مسجد الأشاعر، وكانت هذه أبرز الملامح في الدولة الزيادة. تعالوا نشوف أهم الملامح في دولة بني نجاح. مرت طبعا دولة بني نجاح أثناء قيامها بعدة مراحل، وهي طبعا مراحل عديدة سنحاول أن نوجزها. شهدت المرحلة طبعا صراع سياسي بين النجاحيين وغيرهم، وشهدت تلك المرحلة دورات عنف حتى استقرت الدولة في مركزها السياسي في زبيد. للنجاحيين مآثر كثيرة، مثلا من بينها بناء مساجد، بناء مدارس. اختلفت العديد من المسميات والتاريخية فيما يتعلق بالمعالم الأثرية التي لا تزال حاضرة في زبيد، لكن الدلائل التاريخية تثبت أنها للنجاحيين وللزياديين. تعالوا نشوف زبيد في مرحلة دولة بني مهدي. الأوضاع المتردية في أواخر حكم النجاحيين وبالذات فساد الوزراء جعل المواطنين يشكلوا حالة استياء شعبي. الاستياء المجتمعي في تلك المرحلة خلق معارضة للسلطة بقيادة علي بن مهدي الرعيني الحميري، الذي دخل زبيد بمعارك حربية شديدة وأسس ما يعرف بالدولة المهدية من خلال اتباعه لخطط عسكرية، وبالذات فيما يتعلق بالغزو على الساحل وأيضا من أطراف مدينة زبيد. الدولة المهدية بقيادة الرعيني الحميري شهدت العديد من الإنجازات، وبالذات إنجازات اقتصادية، من بينها تكوين موارد اقتصادية واسعة في تلك المرحلة لما كان يعرف قديما باسم بيت المال، وهو المقابل للبنك المركزي بالمفهوم الحديث. عدم حمل السلاح للجنود إلا في حالة الحرب، وهذه إشارة مهمة إلى ملامح التمدن الذي اكتسبت نمط الدولة المهدية في تلك المرحلة، حيث غلب عليها الطابع الاقتصادي والطابع المدني. بالإضافة إلى إنجازات الرعيني الحميري، توحدت اليمن في عهدهم بشكل شبه كامل، وبالذات على يد عبد النبي ابن علي مهدي، وأيضا تم القضاء على السلاطين ليتحدوا في إطار دولتهم اليمنية الواحدة. وأيضا بعدها شهدت مراحل عديدة، من بينها تحول العاصمة من زبيد. طبعا تحولت العاصمة السياسية من زبيد، وبالذات سنة 569 كما تفيد المصادر التاريخية. في هذه الفترة مرت زبيد بثلاث دول متعاقبة. الدولة الأيوبية، شملت مرحلة الدولة الأيوبية طبعا علاقتها بزبيد ملامح عديدة. أول شيء إنها آثار الفاطميين وإيجاد نظم جديدة، أيضا إنعاش فرق التصوف، بناء المدارس. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة مهمة، وهي مراحل الحكم التركي والعثماني في تلك المرحلة، وهذه أيضا شهدت محو الهوية اليمنية. لكن زبيد عانت مرارات الحكم الإمامي في عهد الدولة المتوكلية كما عانت بقية الحواضر اليمنية. اللافت في الأمر أن زبيد وثقلها السياسي والعلمي شهدت تأهيل العديد من رموز المشروع الجمهوري أثناء قيام الجمهورية، ومن بينهم الأستاذ أحمد محمد نعمان الذي كان درس في زبيد وكان أحد معالم الجمهورية. طبعا بعد قيام الجمهورية شهدت زبيد انتقالة نوعية، إلا أن زبيد تعاني الإهمال الممنهج وأيضا النداءات الأممية التي أشارت إلى أن زبيد ربما تخرج من قائمة التراث العالمي نتيجة الإهمال، ونتيجة أيضا عدم الاهتمام وعدم رؤية إلى زبيد أنها تعتبر مركز سياسي وحضاري وعلمي من أهم المراكز اليمنية. سنصحبكم طبعا بموسيقى من التراث التهامي مصحوبة ببعض اللقطات الجميلة جدا عن مدينة زبيد، هذا المركز الإشعاعي الحضاري والسياسي في الحضارة اليمنية. المرجعية التاريخية هي تلك التي أشرنا إليها في الحلقة، وطبعا زبيد فيها العديد من المرجعيات التاريخية، لكن أبرزها هو ما كتبه ابن الديبع الشامي، ابن الديبع الشيباني، وأيضا ما أشارت إليه العديد من المرجعيات التاريخية وبالذات العقد الفريد. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على ملكوت حمير. We'll be right back.